فريق اولمبيك اسفيس محمد فهو مازال كيواصل الاستعدادات ديالو للموسم المقبل، الاستعدادات اللي كانت انطلقت الاثنين قبل الماضي، يعني نقدروا نقولوا تقريبا واحد 15 يوم ديال الاستعدادات ديال فريق اولمبيك اسفيل. حتى اللحظتين الاسبوع الاول كان شهد غياب المدرب عبد العزيز كيتيوي اللي كان كينوب عليه والمساعدين ديالو انطلاقا من الاثنين الماضي. فالمدرب عبد العزيز كيتيوي بعد تدخل المكتب المسير فهو اللي بدا كيحضر وكيشرف على الحصص التدريبيه ديال فريق اولمبيك اسفي اللي كانت في اول مباراه اعداديه ديال اولمبيك اسفي اللي كانت يوم الاربعاء الماضي واللي نازم فيها امام سريع واتزم بواحد زيرو. هذا الماتش اللي كان تلعب في مدينه الجديده، الماتش اللي شارك فيه مجموعه من اللاعبين اللي كيخضعوا للتجربه وايضا عدد من اللاعبين ديال فريق الامل ديال اولمبيك اسفي. علاش؟ لانه الجروب اللاعبين ديال اولمبيك اسفي الاساسيين اغلب اللاعبين اللي شفنا في الموسم الماضي اسمح احمد، يعني مجموعه كبيرة منهم غادرت الفريق، مجموعه اخرى مازال ما تحققش بالفريق. علاش؟ لانه كاين البعض بحال وليد صبار فهو يعني مع المنتخب المحلي خارج ارض الوطن، ايضا بحال زكريا الهلالي فهو كيخضع البروتوكول الطبي، لاعبين اخرين اللي مازال ما تحققوش، يعني في انتظار انه تحسم مجموعه من الامور. يعني حتى الجروب ديال فريق اولمبيك اسفي مازال ما مجموعاش رغم انه الفريق كيتدرب منذ الاثنين قبل الماضي. في حسب البرنامج اللي توصلت به بالمصادر ديالنا اخويا محمد، يعني فريق اولمبيك اسفي غادي تكون عنده ثاني المباراه الاعداديه اللي غادي تكون نهار 10 بالضبط يوم الثلاثاء المقبل، ودائما ضد سريع واتزم بمدينه الجديده. يعني الفريق فهو غدا روبو اثنين غادي يرجع للتدريب، الثلاثاء غادي يلعب المباراه الاعداديه الثانيه اللي غادي تكون في الجديده، يرجع مباشره لمدينه اسفي باش يوصل فيها التدريب ديالو. عاد من بعد كاينه المشاركه ديال الفريق في دوري الصداقه اللي كينظمو فريق اولمبيك التشيراق. يعني كان بلاغ ديال اولمبيك التشيراق، لانه ما استقيناش الاخبار من داخل اولمبيك اسفي، ولكن كان بلاغ ديال اولمبيك التشيراق اللي كياكد فيه مشاركه ديال اولمبيك اسفي الى جانب اولمبيك التشيراق الفريق المنظم، وايضا حسنيه اكادير وشباب محمديه. هذا الدوري هذا فغادي يكون في ايام 13 14 15 من الشهر الجاري، يعني نوفمبر الجاري، يعني غادي يخوض فيها فريق اولمبيك اسفي ثلاثه ديال المباريات باش يوصل لعدد خمسه. عاد غادي نشوفوا يعني ما تبقى من المباريات الاعداديه في سياق استعدادات ديال لوسيس للموسم المقبل. جديد اللاعبين اخويا محمد ما كاينش جديد حتى اللحظه، فباستثناء توقيع عقد ديال هشام العروي لموسم واحد، كاين ايضا تجديد كما اشرنا لها في مراسلات سابقه ثلاثة ديال اللاعبين اللي كانت سالات الكونترا ديالهم ديال اولمبيك اسفي. اليوم الحارس احمد مروان بيساك اللي مدد العقد ديالو مع لوسيس لمدة موسمين، ايضا تمديد العقد ديال زكريا الهلالي لموسم واحد، وايضا يعني كان اخر تجديد كان ديال تمديد ديال المدافع المادي عطوشي اللي مدد ايضا العقد ديالو لمدة موسمين. باقي لاعبين اخرين اللي فانت كونترا اعتقد كاينه مفاوضات معهم في مقدمه ديالهم برازيلي كلاوديو رافائيل دي سانتوس اللي مازال ما مدش العقد ديالو. كاينه اصداء كتقول بانه كاين توافق بين الطرفين، ولكن اعتقد مده ديال العقد هي اللي مازال عند النقطه فيها خلاف بين الطرفين. اللاعب اعتقد مثبت بعقد لمده موسم في الوقت اللي المكتب المسير فهو اقترح عقد لمده موسمين، وبالتالي فهذه النقطه هذه مازال فيها خلاف، مازال كلاوديو رافائيل دي سانتوس ما مدش العقد ديالو مع اولمبيك اسفي، علما اخويا محمد بانه لاعبين اخرين اللي كانت سالات الكونترا ديالهم فبشكل مؤكد صبحوا خارج الحسابات ديال المدرب عبد العزيز كيتيوي، بحال عصام بودالي، بحال كوفي بوا، بحال محمد وطارق، هادو لاعبين اللي ما كاينش مع الفريق واللي سالات الكونترا ديالهم. لاعبين اخرين اللي كانت الكونترا ديالهم مازال مستمره ولكن فهما خارج الحسابات ديال عبد العزيز كيتيوي، بحال مهدي خالص اللي تريزيليات الكونترا ديالو، رضا الزهراوي، ايضا ايوب الرحماوي، هادو ايضا ثلاثه ديال اللاعبين لازمنا نزيدهم على ثلاثه اللي فان كونترا هما سته، زائد محمد مرابط اللي غادر صوب شباب محمديه، سبعه ديال اللاعبين، زائد يعني الحصيله انه مرشح اخويا محمد باش ترتفع باش نشوفوا اللاعبين الكثار اللي غادي يغادروا اولمبيك اسفي في هذا الموسم. بالتالي فالموسم المقبل اخويا محمد اولمبيك اسفي كيبان بانه غادي يخوض الموسم المقبل بتشكيله مغايره تماما على التشكيله اللي خاض بها الموسم الماضي. الاداريه اخويا محمد مازال ما كاينش شي اخبار بخصوص الجام العام ديال اولمبيك اسفي، رغم ان
الموسم انتهى هذه المده هذه. كانت اصداء بانه ربما غادي يتم الاعلان عن تاريخ محدد لعقد هذا الجمع العام السنوي ديال اولمبيكاس، في حتى اللحظه ما كانت حاجه رسميه. ايضا يعني نشير لواحد النقطه، وهي كون الملعب ديال اولمبيكاس وبالاحرى ملعب المسيره الخضراء البلدي فهو مازال مغلق، كيخضع لاعاده زرع العشب. الشركه متخصصه اللي مكلفها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هي اللي كتشرف على هذه الاصلاحات، وبالتالي غادي يتم زرع عشب جديد، عشب خاص بفصل الشتاء. اولمبيكاس في حاليا فهو كيكتفي باجراء التدريب ديالو على ارضيه الملعب التابع لمركز التكوين، وحتى المباريات الاعداديه فكيجريها خارج مدينه اسفي بحكم اغلاق ملعب المسيره الخضراء اللي كنعتقد بقى تقريبا واحد 10 ايام وغادي يتم افتتاحه في وجه فريق اولمبيكاس، في الفريق الممثل ديال مدينه اسفي في القسم الاول ديال البطوله الاحترافيه. تقريبا هذا الشيء اللي كان اخويا محمد بخصوص اخر اخبار اولمبيكاس، في اللي نعاود نذكر بانه الثلاثاء المقبل غادي تكون عنده ثاني مباراه اعداديه ضد فريق سارع وضم بمدينه الجديده الثلاثاء المقبل 10 نوفمبر ان شاء الله.